السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. مساء الخير جميعا أخواتي، مرحبا بكم في سلسلة الخياطة للجميع. قبل ما نبدأ أود فعلا أن أشكر الجميع على التفاعل على التعليقات واللايكات، وخصوصا في الفيديوهات الأخيرة، ونتمنى أنكم تكونوا استفدتم منهم. فقط أطلب من الجميع أنه يشترك، كل من يستفيد يشترك ويضغط على الجرس به تنتشر القناة وأصل إلى أكبر عدد ممكن، لأنه فعلا هدفي تعليم السيدات الماكثات بالبيوت اللي ما تسمح لهمش ظروفهم أنهم يخرجوا ويتعلموا خارج. بإذن الله اليوم راح نكملوا في الكم. قبل ما نبدأ فقط الكم، الكم تاع اليوم يصلح على الكورساج الأساسي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه هذا الباترو مقاساته دقيقة، لازم نرفعوها بدقة. ثاني شيء هو الأخوات اللي ماشيين شوية في الخياطة، يعني مش المبتدئات، أي مبتدئة تشوف الفيديو ما تفهمش عادي جدا أختي أنك ما تفهميش، عادي كامل ما فهمناش في بدايتنا، كي تمشي شوية في الخياطة وذاك راح تفهمي. يعني اللي ما تفهمش ما تتوقفش عنده، كما نقولوها احنا بالدارجة، ما تمرضيش روحك فيه، لأنه راح يجي الوقت وتفهميه إن شاء الله. حضروا ورقة كبيرة كما هكا، حضروا إما ورق شفاف إما قطعة بلاستيك صغيرة. نبدأ بإذن الله. الباترون اللي خدمته المرة الفائتة هذا هو، فقط ما نعملش لهنا لافورم تاع الجانبين، نخليها هكا خطين مستقيمين. عندي الخطوط الأساسية، هذا راح نسميه دوكا وانا نخدم خط الإبط، باكي نقول لكم خط الإبط نقصد به هذا الخط. عندنا لهنا خط المرفق، وهنا خط المعصم ولا الإسويرة. واش راح نعملو؟ هنا عندنا قسمنا الباترون الى 4 اجزاء، تسمى هذا خط المنتصف، نقسمه الى جزئين متساويين، ومن جزئين متساويين ونبداو نخدمو على بركة الله. اول نقطة نسميو الأعمدة، هذا العمود الاول، العمود الثاني، الثالث، الرابع، والخامس، باه نتفاهمو وحنا نخدمو. نجي في العمود الثاني وحدد نقطة، النقطة هذه هي A، حيث كي نقيس مسافة منا من A ل B نجي نقيس تقريبا هكا، وين نلقى 5 سنتيمتر أحدد منا A، من هنا A ومنا B، هاهي هنا. الآن نجي للمسافة هذه AC هذه وننسخها هكا بهذه الطريقة، ها هذه المسافة وننسخها. الآن نجيب هذه المسافة هذه A، هذه اللي عفوا B اللي لهنا، نجيبها في A وننسخها، نقلب البابي وننسخها. تحبوا بابي كالك ورق شفاف اللي والمكم. أعيد فقط بعد ما قربت الصورة، قلت لكم نجي لهنا لهذا بين العمود الأول والثاني، على المنحني هذا والعمود الثاني، نقيس هكا وين أين أجد 5 سنتيمتر أحدد الأ وأحدد ب أو ب. لهنا نجي من البي هذه ونسخت هذا الخط المنحني، هذا الخط المنحني نسخته، جيت هنا ونقلته، هاني رسمته لهنا، هذا أول خط تاعنا. الآن نجي لهنا، نجي دائما في العمود الثاني تاعي لهنا في هذا المكان، في هذا المكان، وأضع لهنا F، لكن F هذه مش فوق العمود، هي بعيدة عن العمود بصفر فاصل خمسة، أنا قاعدة نحدد في النقاط تاع الظل تاعي، هاهي هذه هي. الآن أوصل، راني قاعدة نرسم في الضلع تاعي كيفاه يكون، هذا هو. واش نجيو نعملو لهنا؟ نسميوها جي، النقطة هذه نسميوها جي تاع العمود الثاني على خط الإسوارة، نسميوها جي. من جي هذه راح نخرجو بصفر فاصل خمسة لهنا، لهنا دخلنا في خط المرفق، دخلنا لهنا في خط الإسوارة، نخرجو بصفر فاصل خمسة ونرسمو ونكملو العمود تاعنا. شوفو كيف يجيونا مائل، ها
بعد كي نمحي لكم هاد الاعمده راح تفهموا. هذا هو الان انا رسمت الضلع الاول تاع القطعه الاولى. دوك الاخوات كل مره راح نوقف التصوير ونكبر لكم الجزء اللي نخدم فيه باش تشوفوا مليح. الان انا اللي هنا في العمود هذا اللي هو العمود الرابع والتقاء المنحنيين وضعها النقطه اي. اللي هنا في النقطه اي هذه نزيد نخرج منها 5 سنتيمتر، نخرج منها 5 سنتيمتر. هاي 5 سنتيمتر واضع جي ها هنا هكا برك. الان واش نجي نعمل؟ نجي ننسخ هذا الخط المنحني هذا من اي لنهايه الابل هكا، بعد نقلب ونرسم هذا هكا، نرسم والان اعيد الرسم. ها الان نكون حصلت على خط اخر من خطوط القطعه الاولى. القطعه الاولى يعني ها هو الضلع تاعها الاول، هذا الخط اللي راح تلصق به في الابط ونكملوا الباقي. نكبر لكم الصوره في مكان اخر. الاخوات اللي هنا في الخط هذا خط المرفق، النقطه اللي يتقاطع فيها مع العمود الرابع نسميوها ال. ال هذه ندخلوا منها 5 سنتيمتر، راهو بسيط اخواتي فقط ركزوا دوك تفهموا. 5 سنتيمتر ونحد الاول بخط خفيف ثم اعيد اوصل هذه بهذا ها ها واعيد. رانا قاعدين نرسمو في القطعه السفليه منكم ها. الان هذه اوصلها بالنقطه هذه نقطه التقاء نطلع شويه ها هي هنا نقطه التقاء العمود الثالث مع خط المعصم نسميوها ان ان، ولهنا قلنا ام ام اوصل ام 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 بان ها فقط. لهنا راح نميل بهذه الطريقه هكذا. وبالتالي هذه القطعه الرسم الاخضر هذا هو القطعه السفليه من الكم. الان واش نجي نعمل؟ نجي نعمل انا نخرج من الاف هذه، نخرج من الاف الى او نخرج بخمسة سنتيمتر، من اف او نخرجو خمسة الاو عفوا من اف او نخرجو 5 سنتيمتر ها هي لهنا. راني راح نبدا الان نرسم القطعه الثانيه واوصل ها اها هنايا عندي او عفوا عندي او نوصلها لهنا من الال هذه من الال هاكم تشوفوا الال لهنا نخرج منها باثنين فاصل خمسة يعني بينها وبين ام تقريبا نصف المسافة، هي مش تقريبا ونصف المسافة. ونسميو مثلا هنا نسمي لكم النقاط باه تتفكروا، نسمي لهنا النقطة ار، هنا اوصل ايضا اوصل ار بالان ها. دوكا نعاود لكم الرسم هكذا. الاخوات اللي هنا الارش هذيك اللي خرجنا منها منذ قليل ب0.5 الان راح نخرج منها هي بعدا نخرج منها ب5 سنتيمتر عفوا المسطر ها هي ب5 سنتيمتر ها هي 5 هنا لهنا. وبالتالي لهنا نكون حددت انهيت جهه من الجهات. الان قلنا الار هذه رانا خرجنا ب2.5
واوصل النقاط هذه في ثلاثة هكا. شوفوا كيف يكون هنا الاسوارة كيف عاملة، شوفوا الاسوارة كيف تكون عاملة. اللي هنا نجي نطلع بالاغ هذه اللي هنا بسيط، اصعد بهذه الاغ اللي لهنا، اصعد بها الى نقطة اي. بقى نعاود لكم، اللي بالاخضر هي الجهة السفلية، اللي بالازرق هي الجهة العلوية. الان انا لما نقص وش نقص؟ نقص هذه الجهة هذه الكبيرة الازرق، ننسخها في ورقة اخرى، ومن بعد نقص هذه. ها بقى نقصوا، الان هذا هو بعد ما قصيت وراني نسختو، ننسخ القطعة الكبيرة، والان راح نقص القطعة الصغيرة. ها بعد ما نقصوها فقط قبل ما نقصو هذه النقطة دي لازمكم تعلموها هكا. لماذا؟ لانه هذه هي النقطة اللي راح هي غبار، هي اللي رانا راح نلصقوها فيما بعد في الإبر. أقص ولما تقصوا هكا مباشرة تقلبوا باه ما تخطئوش. الان هذا هو قطعتي لكم تاعنا، لما يلصق يلصق بهذه الطريقه. ها انا الان لو حبيت نعملو تخواكار كما هذا سؤال اختي ناعمه سالتيني، انت لو حبيتي تعملي مونش طايور تخواكار لازم تعمليه بهذه الطريقه اولا، ومن بعد تقصي نفس مثلا تجيبي راح تنقصي 7 سنتيمتر، تعملي هكا 7 سنتيمتر، تعملي هكا كأنك ترسمي موازي 7 7 في القطعة هذه ثاني 7 7 وهكذا. وإلا تركبي تفصلي لكم تاعك، تركبيه تخيطيه لهنا ومن بعد تقصي من القماش، وهذيك افضل. لماذا؟ لانك راح تحصلي على هنا تخافي انك تخطئي في الباترون، من الافضل انك تركبي قطعتي القماش تاعك ومن بعد تنقصي. حنا لكم تاعنا راح يجي هكا الاخوات. ها وهذا قلنا راهي هي منتصف الخلف، هذا راح يجينا الاسفل، الكم تاعنا راح يجينا هكا، هذا هو الكم تاعنا. هذا هو درس اليوم اخواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا. الاخوات المبتدئات راح نرجع لكم الفيديو الجاي، وراح نقدم لكم حاجه حلوه بزاف بزاف ان شاء الله تعجبكم. ادعموا القناه اخواتي واكتبوا تعليقاتكم هذيك الجميله والرائعه. الى اللقاء وفي امان الله.